الاتنين اللي قدامكم دول اتنين نصابين، استغلوا فقركم وجهلكم عشان يسحبوا منكم فلوس واكل وحاجات تانية كتير. المنطقة دي اللي فيها عفاريت ولا بيت مسكون ولا اي حاجة بالهطل ده. ينصر دينك يا سيدنا. انا مش سيد حد، انا زي زيكم بالظبط. ربنا خلق كل واحد مننا حر نفسه، بلاش تدنوا نفسكم لاي مخلوق. كل واحد منكم عنده عقل يفكر بيه. انتوا محتاجين الجن والعفاريت بايه؟ انا عملت اللي عليا معاكم، تصرفوا انتوا بقى في الباقي. خبرة! وصلت هو الواد ده مجرم وهربان من العداله. هو البني ادم عشان كويس يبقى في نظركم مجرم؟ الواد ده مجرم. خبرة! استنيني هنا، لو حسيتي بأي حاجة صوت. طب ما تسيبنيش لوحدي هنا والنبي. يلا. البيت كويس، اوضه اوضه. يا حسام اتقتل. الواد ده كده وصل له خبر موت اخوه، هيرجع القاهره النهارده عشان يشوفه. عايزك تأمن لي مداخل القاهرة، مخارج دمياط وراس البر. أسرع حاجة عندك. يلا سلام. واحنا رايحين فين؟ لازم أعديك البر التاني وأوديك على مصر على طول. البيت فاضي يا باشا، مفيش أي أثر لكم. أكيد. أه ورايا. رائد طارق محمود. أهلا يا باشا، نورت المكان، تحت أمرك. هو ده ابن المكان اللي صاحبك اتقتل فيه؟ هو ده يا باشا. بس انا مش فاهم هو حوله ازاي كده. صاحبه ايه وقت ليه يا باشا؟ انا اول مره اشوفه. يا باشا انك كداب، والله العظيم كداب يا باشا. يا باشا صدقني، اقسم بالله ده بيكذب، والله العظيم ده بيكذب. يا باشا الواد ده مبرشم، اي حاجه بلوها على الرصيف يبلبعوها وياخدوها ولا ايه يا باشا؟ تشرب ايه بقى عقبال ما يخلصوا تفتيش؟ عرفتي بقى حكايتي؟ عرفت، وهساعدك عشان تمشي من هنا. مش هتطمن غير لما اعرف ان هما مش هيوصلوا لك، وهاجي معاك. انا مش هسيبك يا علي. هتعملي كل ده عشان واحد عرفتي من يومين؟ انا يمكن اكون عرفتك من يومين، اكتر من ناس قضيت معهم عمري كله. لا عمري عرفتهم ولا هم عرفوني، واللي انت عملته معايا يخليني اساعدك حتى لو على رقبتي. انا عمري ما شفت بنت جدعه زيك يا حنان، انت تستاهلي كل حاجه حلوه. بس انا الايام دي بطلع من بال وبدخل على مصيبه. خليكي هنا امان وانا هبطمن عليك. انا بس عايز خدمه اخيره منك. من عناي. انا عايزك تبعتي رساله بصوتك لاختي سماح، ولو جوا عندها امان هي اللي تتصل. حاضر، خد. يا سماح، أنا بكلمك عشان أطمنك على حبايب، أما تبقي فاضية ابقي كلميني عن النمرة دي. سلام. بتتصل. أيوة يا سماح. عبد الرحمن مات يا علي، قتلوه، قتلوه يا علي.
لقيته معاه حاجه تاني غير البطاقه؟ لا ما لقيناش. بلغ المديريه ان الاسعاف نقلت لنا واحد من على الطريق. امشي عدل عشان ما تلفتيش النظر. صباح الفل. كنت عايز عربية تخرجني من البلد من طريق الزراعات بعيد عن الطريق السريع. توكلنا على الله. علي خد بالك من نفسك، وكل ما قلبك يوجعك على فراقه ابقى دعيله، وانا نمرتي معاه لو احتجت اي حاجة اي وقت اتصل بيا على طول. وامانة عليه يعني ما يكون عندك وقت ابقى عبدي على راس البر. ممكن تنساش. انا عمري ما انساك يا حنان. انا مش عايزك ترجع لي اللي كنت فيه ده تاني، واي حد يدوس لك على طرف شبشبين. مش ناوي تاخدني معاك برضه؟ انا مش عارف ايه اللي جاي، مش عارف رايح على فين. خدي بالك. بيت اسطر اتحرك. حماتي مفيش حاجه ان شاء الله. يا رب قدر ولاطه. يا رب يا رب. ايه موح حبيبه قلبي؟ انا لازم اروح الشغل دلوقتي، وتطمني ان شاء الله باذن الله هو بخير مفيش حاجه. ها هبقى ارجع لكم تاني. يلا يلا. لا اله الا الله. كل على الله. ماشي خلي بالك من نفسك يا موحه، هتوحشيني. اموت انا وهيدي السنه. الو اه رئيس حربي. يا رئيس حربي، ده اللي انت عملتوه في الواد رئيس حربي ينفع كده؟ يقولوا لي ده لقوه مرمي على قارعه الطريق بيطلع في الروح. وانت عرفت الكلام ده منين؟ إيه؟ ما المديريه كلمتنا وانا دلوقتي في المستشفى. بس اقول لك على حاجه، لو ما كنتش اعرف ان انتوا ايديكوا تقيله قوي كده. ولا من غير لك ومسكنه، ابعت لي لوكيشن من المستشفى على الواتس دلوقتي، ولو عرفت حاجة عن كوبرا كلمني. الوقت يا عبد الرحمن في المستشفى ومخبته عنده، يبقى ناقص مين عشان يلم الشمل؟ كوبرا. يبقى احنا لازم نكون عند المستشفى علشان نستقبله. انا في الطوارئ من دلوقتي. لا 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 خليك انت، مش ناقصة تطين اكتر من كده بسبب غبائك. ايوه عزيز، الشغلانه دي كلفتني اكتر من مكسبها بكتير. الواد عارف ان اخوه في المستشفى وانا هصطاده من هناك، اسلمهولك تسلم لي البيت. عبد الرحمن صالح المحلاوي. المحلاوي تروحوا تشوفوه في انه مستشفى، استنوا كوبرا هناك. عايزكم تجيبوا لي هنا قبل ما ايد اي حد توصل له، مفهوم؟